السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وسيم من مجوهرات السلام. كنت انا هو بيع الذهب 18 كاره وكندير لها ليفريزون المغرب كامل. مبروك عواشركم، كدوزتو عيدكم. اليوم راه جبنا لكم لا بروموسيون بمناسبه العيد اللي المده ديالها تقريبا سيمانه وكونتيتي راه محدوده فيها. المهم خويا ما سمع عندي ما نقول لهم خواتم كاملين تبارك الله، شي حاجه اللي زوينه كاين اللي فيها محجرات وكاين اللي ما فيهمش حجرات، يعني الحاجه اللي بغيتي غتختاريها وبثمن لي لا مثيل له، يعني ثمن مناسب وفي متناول الجميع دائما. نبداو لكم باول خاتم. شوف هاد الخويت مالك كيفاش داير، ها هو فيه الغوز هنايا بحال الغوز. المهم لوين الغوز والصفر، جوج لوينات مثلا في هاد الشكل داير خويتم. كيتلبس الاناق، يعني الحاجه من كتلبسيها كتعرفي راسك لابسه اخر موديل وما كاينش حجر، ما تصدعيش راسك مع الحجر. كاين هاد الموديل، هذا اول موديل عندنا اليوم. الثمن ديالو اللي هو 38000 ريال ودقيق، قل ما كاين لا حجر لا والو. 1900 درهم هي 190 الاورو، 190 الاورو. اللي عجبتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. 190 الاورو. كاين هذا الموديل هذا الثاني، ها هو غزاله وجاي عامر وعاطي العين، حتى هو هنا فيه الغوز وهنا الصفر. ها هو داخل ديالو كي داير صحيح صحيح من ناحيه ديال الصح والعمل والمتان. هذا الثمن ديالو 2100 درهم، 42000 ريال، 210 الاورو. نحاول نوريكم كيجي في اللبسه بحال هكا. 210 الاورو او 2100 درهم اللي هي 210 الاورو. او اللي بغاتي دير لي سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. 210 الاورو 2100 درهم 42000 ريال. كاين هذا الموديل هذا جاي مشيب بك، جاي خطوطه هكا. الثمن ديالو ثمن مناسب، ثمن مناسب. الثمن ديالو هو 2300 درهم، 2300 درهم. اللي عجباتو يدير لي سكرين ومرحبا. 2300 درهم 46000 ريال، 46000 ريال 230 الاورو. هاو موديل فن حماق، شي حاجه واعره. هذا الموديل عاوتاني، هذا الثمن ديالو اللي هو 2300 درهم، 46000 ريال. هذا عاوتاني جاي مكرم الموديل ديالو، ما عرفتش هذا الموديل كيقولوا بحال ديال شانيل تقريبا. 2300 درهم هي 46000 ريال. الاناقه شوف الخويت مس كاملين دوزت عاد دابا شي حاجه انيق، يعني تلبسي وتعرفي راسك لابسه شي حاجه فنها. كاين لا حجر لا والو. نزيد نكمل لكم لي موديل اللي عندنا، ها هما. كاين هذا الموديل هذا، شوف لي هذا عاوتاني شي حاجه يا سلام، تلبسي وتعرفي راسك لابسه شي حاجه انيقه. هذا الثمن ديالو 3500 درهم، 3500 درهم هي 70000 ريال. ولكن خويتم ما شاء الله شي حاجه عاوتاني غزاله، تلبسي وتعرفي راسك لابسه مليح. 3500 درهم هي 70000 ريال. كاين هذا الموديل هذا ديال بحال الكلو، حتى هو غزال او كيبان، حتى هو الثمن ديالو 3500 درهم هي 70000 ريال. هادو هما اكبر خواتم كاينين تقريبا هنايا، 3500 درهم اللي بغيتي فيهم، 70000 ريال هي 350 الاورو. كاين هذا الموديل هذا 2200 درهم هي 44000 ريال، 220 الاورو. 220 الاورو كيجي انيق في اللبسه، تا هو ديال الدوام 220 الاورو. كاين هذا الموديل الثاني اللي حداه، تا هو ب 2200 درهم هي 44000 ريال، 44000 ريال 220 الاورو. اللي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا. فنين فنين، يعني شي حاجه غزال. وكاين هذا الثمن ديالو 1800 درهم، 36000 ريال، 36000 ريال 180 الاورو. وكاين هذا ب 2300 درهم، 46000 ريال. هانتي اللي بغيتي في هادو ديري لهم سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف اللي هو 0673-02-2854 او على رقم الهاتف 0652-15-72-62. ومرحبا والف مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره وكنديرو لا ليفغيزون المغرب كامل. هانتوما.